إنه لشرف كبير لي أن أقدم لكم رئيس الولايات المتحدة. Thank you. شكرا. Thank you, thank you, thank you. شكرا شكرا. Good to be back. يسرني أن أعود مجددا. Mitch and Chuck will understand it's good to be almost home. أعلم أننا نشعر بأننا قد عدنا مجددا. السيدة رئيسة مجلس النواب، السيدة نائبة الرئيس، ما من رئيس قد قال هذه الكلمات من هذه المنصة، ما من رئيس قال هذه الكلمات، وقد حان الوقت. السيدة الأولى وزوجها الكريم، السيد زوج نائبة الرئيس، السادة الأعضاء، أعضاء مجلس الكونغرس، الضيوف الكرام، أيها الشعب الأمريكي، وبيد أن الملايين يجتمعون قد يكون الأمر مختلفا، وهذا يذكرنا بالأوقات الاستثنائية التي نعيشها. فعلى مر التاريخ كان الرؤساء يأمون إلى هذه القاعة للتحدث إلى الكونغرس وإلى الأمة وإلى العالم، وليرسموا صورة للعالم، وليحتفوا بالسلام، وليضعوا خططا واحتمالات جديدة. في هذه الأمسية أتيت للحديث عن أزمة وفرصة في سياق بنائنا لهذه الأمة، ونقوم بإعادة إحياء الديمقراطية وكسب المستقبل لأمريكا. فأنني أقف أمامكم هذه الليلة بعد مرور 100 يوم لاعتلاء سدة السلطة، وأديت يمين القسم على الإنجيل، الأمر الذي كنت قد عملت عليه من خلال إرث كبير لم نشهده منذ مسألة الكساد الكبير ومنذ الحرب الأهلية. والآن وبعد 100 يوم فقط أستطيع أن أبلغ هذه البلاد والأمة بأن أمريكا بدأت تتحرك مجددا. من خلال تحويل الأزمات إلى فرص والنكسات إلى مواطن قوة، نعلم جميعا بأن الحياة قد تكون مليئة بالصعوبات، لكن نحن في أمريكا لن ننحني. دائما أمريكا ما تقف على قدميها، وهذا ما نفعله اليوم. اليوم أمريكا تقف في وجه التحديات والخوف، وتقوم بإعلاء الحقيقة والنور على الظلام والكذب. وأمريكا بعد 100 يوم باتت مستعدة للانطلاق. إننا نعمل مجددا، نحلم مجددا، ونكتشف مجددا، ونقوم بقيادة العالم مجددا. لقد أظهرنا لبعضنا البعض وللعالم بأسره بأنه ما من حلول سريعة. فمنذ 100 يوم كان مجلس النواب يعيش في حالة من الاضطراب، لكن بفضل قيادة السيدة بولوسي وزعيم الأغلبية السيد شومر والديمقراطيين والمستقلين والجمهوريين، فقد قمنا بتمرير خطة الإنقاذ الوطنية التي لم تشهدها البلاد، وقد بدأنا نتلمس النتائج سلفا. وكما قطعت وعدا بأنني سوف أقوم بإعطاء 100 جرعة من اللقاحات خلال أول 100 يوم، فنحن قد قدمنا ما يزيد عن 220 مليون
لقاحا خلال أول 100 يوم، وهذا بفضل مساعدتكم جميعا. والفضل يعزى لكل المصادر الفيدرالية التي أمنت تلك اللقاحات في 40,000 صيدلية وأكثر من 20,000 مركز طبي للفقراء بحيث يستطيعون الحصول عليها، وأن نقوم بتأسيس مواقع مجتمعية ونقوم بنشر مراكز متنقلة للوصول إلى كافة المجتمعات. اليوم 90% من السكان الأمريكيين يعيشون على مسافة تقع على بعد 5 أميال من مراكز التلقيح، فبات كل شخص من عمر 16 وما فوق مؤهل للحصول على لقاح الآن فورا. اذهبوا واحصلوا على اللقاح، اذهبوا أيها الأمريكيين، إن اللقاحات متاحة ومتوفرة، أنكم مؤهلون للحصول على هذه اللقاحات. وعندما أقسمت قلت بأنه سوف يتم إعطاء اللقاحات لكبار السن، لكن بعد 100 يوم 70% من الكبار في السن الذين هم أعلى من 70 سنة باتوا محميين بالكامل، وقد انخفضت نسبة الوفيات بواقع 80% بفضلكم. وأكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة حصلوا على الأقل على الجرعة الأولى. وكنت قد سألت أحد الممرضات في مراكز التطعيم في أريزونا، قلت لها كيف هو الحال، فردت بعد أن نظرت لي فقالت بأننا مع كل لقاح نعطيه فإننا نمنح جرعة من الأمل بالنسبة، وهذه جرعة الأمل قد تطال أحد الأمهات في فلوريدا التي كانت تشعر بقلق على أطفالها من وصول الفيروس إلى بيتها أو سيارتها، فقالت بأنها كانت قد جلست في سيارتها عندما تلقت اللقاح وبكت من المتعة ومن أنها تنفست الصعداء، وكنا قد نرى الابتسامة على وجوه الأطفال الذين يعودون على المدارس وعلى المدرسين والكافيتيريا وسائقي حافلات المدارس والأجداد الذين يقومون بمعانقة أطفالهم وأحفادهم بدلا من مشاهدتهم عبر النوافذ ليقولوا لهم وداعا. هل هذا يعني كل شيء؟ كما تعلمون وأنتم تعلمون أكثر من أي مجموعة أخرى في الولايات المتحدة، هناك عمل لا يزال بانتظارنا لإلحاق الهزيمة بهذا الفيروس، لكن هذا المساء أستطيع أن أقول أنه بفضلكم فإن الشعب الأمريكي بات يتقدم، وقمنا في خلال 100 يوم الأولى بتحقيق أفضل إنجاز لوجستي شهدته البلاد للمرة الأولى. ما الذي فعلناه أيضا خلال 100 يوم الأولى؟ أبقينا على التزاماتنا في إرسال شيكات للأسر الفقيرة بواقع $1,400، وقد تم إرسال أكثر من 1,600,000 شيك على الأبواب، وهذا يشكل فارقا كبيرا بالنسبة لأناس كثر الذين يرون أن هذا سوف يغير من حياتهم. وإحدى الأمهات قالت لي بأنها غير قادرة على العمل، وأن هذا الشيك شيك الإنقاذ يوفر الطعام على مائدة الطعام وسوف ينقذ أطفالها. وأحدى الأجداد في فرجينيا قالت لي بأنها قد حصلت على أول $100 وقامت بإنفاقها على أسرتها. هذه الصور التي قد خلفتها الأزمة، السيارات التي كانت تصطف على مسافة أميال طويلة، وكان الناس بالكاد يستطيعون تشغيل تلك السيارات، ينتظرون للحصول على صندوق من المعونات الغذائية لتوضع في سياراتهم. لا أعتقد أنني أستطيع أن أرى مثل هذا المشهد في أمريكا، وهذا ليس بسبب خطأ منهم وليس بسبب أي
خطأ اقترفوا، ومن خلال خطة المعونة هذه بات يمكن تقديم المواد الغذائية لأعداد كبيرة من الأمريكيين، وأننا نقدم أيضا مساعدات أخرى للشعب الأمريكي الذي أود منه أن يتفهم، من أننا نود أن نقدم قروضا للشركات الصغيرة ولمستأجري البيوت لكي لا يطردوا من منازلهم. خلال 100 اليوم الأولى هذه قد تم تسجيل أكثر من 800,000 أمريكي في قانون الرعاية، وأننا نقوم بإجراء أكبر استثمار للمرة الأولى في تحسين الرعاية الطبية للمحاربين القدامى. ولعل الأمر الأكثر أهمية، وبفضل خطة الإنقاذ الوطنية، فإننا نسير على الخط الصحيح لتخفيض الفقر إلى النصف هذه السنة. وفي هذا الإجراء وبفضل ما خلقه الاقتصاد، أكثر من 1,030,000 وظيفة خلال أول 100 يوم، وظائف أخرى سوف يتم خلقها لم يشهدها أي رئيس أمريكي سابق. إن صندوق النقد الدولي الآن يقدر بأن اقتصادنا قد مرشح للارتفاع والنمو بأكثر من 6%، وهذه أسرع وتيرة للنمو الاقتصادي في 4 عقود من الزمن. أمريكا تمضي قدما، تمضي نحو الأمام، ولا يمكنها أن تتوقف الآن، وأننا في تنافس مع الصين ودول أخرى لكسب القرن 21. ما هي يا لها من نقطة انعطاف في التاريخ. لابد لنا أن نقوم بتحقيق هذه العودة بطريقة أفضل. لابد لنا أن ننافس وأن نتمتع بقدرة الصمود. على مر التاريخ فكروا في هذا الأمر، فإن الاستثمارات في البنى التحتية كانت قد غيرت أمريكا، وأن مواقفنا وحتى في الطرقات والمحيطات الأمر كلها رسمت أوجه كثيرة للتقدم. والكليات والاختراعات العلمية والرحلات إلى مارس واكتشاف اللقاح وفي عالم الإنترنت. خطة الوظائف الأمريكية هي التي سوف تعيد المهندسين إلى أعمالهم والعاملين في مجال الكهرباء وفي محطات الشحن. يمكننا فقط أن نعمل لما يعزز أسواقنا، والمزارعون الذين يقومون بزراعة المحاصيل بحيث يمكنهم تخفيض الكربون لقاء ما يقومون به. فكروا بهذا الأمر، ما من سبب يدفعنا لعدم بناء توربينات الهواء والاستفادة منها. إذن أيها الشعب، ما من سبب يدفع العمالة الأمريكية لكي لا تقود العالم في مجال الإنتاج وتحسن من هذا القطاع. ما من سبب لذلك. فأنتم لديكم أفضل الخبرات في العالم. إن الوظائف الأمريكية سوف تقوم بخلق الكثير من الوظائف ذات الدخل الجيد، وكما كان يقول والدي، وفقط من خلال الاستثمارات التي تستهدي بمبدأ واحد، بمبدأ أمريكي. وهنا أود أن أشدد أن هذا لا ينتهك أي اتفاقية تجارية،
فأن الضرائب الأمريكية سوف يتم استخدامها من قبل منتجات أمريكية تصنع في أمريكا لخلق وظائف أمريكية. هذه هي الطريقة التي يفترض أن تسير بها الأمور في هذه الإدارة. وكنت قد أوضحت لكافة الوزراء حول قدرة إعطاء العفو سوف تكون محدودة بصورة أساسية، سوف تكون المنتجات أمريكية بحتة. أعلم أن البعض منكم قد يتعجب إذا ما كانت هذه الوظائف هي لكم. كثر منكم الذين تم التخلي عنهم لأن الاقتصاد كان يتغير بواقع سريع، لكن إذا ما فكرتم في الأمر هذا ما يدفع الناس للقلق. هل نحن نتناسب مع هذا الواقع؟ الخبراء يقدرون بأن الوظائف في أمريكا سوف تقدم ملايين الوظائف وتريليونات الدولارات، مما يحقق نموا اقتصاديا كبيرا في هذا البرنامج. هناك وظائف بدخل جيد لا يجب أن نقوم بالاستعانة بها من مصادر خارجية ولا تتطلب أحيانا أي درجات عليا. أكثر من 70% من هذه الوظائف قد لا تتطلب درجات جامعية، بل وما نحن بحاجة إليه هو اليد العاملة لبناء أمريكا. وهذا يدفعني للإقرار بمسألة كنت تحدثت بها في هذا المجلس وفي أماكن أخرى. الرجال الطبقة الوسطى هي التي تبني البلاد، والوحدات الاتحادات العمالية هي التي تبني البلاد. ولهذا فكنت قد طلبت من الكونغرس أن يعمل على دعم وتأييد حقوق التحويل إلى اتحادات. وبالمناسبة عند التفكير في هذه القرارات الموجودة على مكتبي منها رفع الحد الأدنى للأجور $15، فما من أحد يعمل 40 ساعة أسبوعيا يجب أن يعيش دون خط الفقر. لابد لنا أن نضمن وجود مساواة للنساء، ومن خلال برنامج دفعات الشيكات التي قد انتظرت فترة طويلة. ولا أعلم إذا ما كنتم قد انتظرتم طويلا ولم تستلموها حتى اللحظة، لكن أخيرا خطة الوظائف الأمريكية باتت الآن في أوجها، وسوف نرى المزيد من التغيرات التكنولوجية، والبعض منكم يدرك بهذه الأمور أكثر مني. سوف نرى تغيرات تكنولوجية أكثر مما رأيناها في الماضي، وسوف تكون وتيرة سريعة، الذكاء الاصطناعي وتغيرات أخرى كثيرة، ونحن ما زلنا نقف خلف الركب في هذه المنافسات. وقبل عقدين